نموذج آخر من اللعيبة التونسية قادما من الساحلية، النجم الساحلي التونسي اللي عمل حفلة علشان يودع لاعبه الصاعد محمد الضوي كريستو صفقة النادي الأهلي القادمة. ده حصل الحفلة دي قبل ميران النهاردة، كمان احتفل برحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى النادي الأهلي. من المنتظر أن يصل كريستو إلى القاهرة خلال 48 ساعة قادما لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي رسميا في صفقة تصل إلى قيمتها إلى 1,200,000 دولار. ده الفيديو طبعا اللي احنا بنستعرضه دلوقتي، هو فيديو الأخير، فيديو الوداع من النجم الساحلي للاعب محمد الضوي اللاعب التونسي اللي إن شاء الله جاي خلال 48 ساعة علشان يلتحق بصفوف النادي الأهلي. في الكتيف نتاع الجروب سينيور. اسمي كريستو، جاي من ولاد حومتي، بلعب معهم انا صغير، هم اكبر مني وكل جات من عندهم، معناها بقيت تبع فيها لهنا. جيت صغير لهنا، ما بعدنا معنا صغار، احنا في الكومبلكس كبرنا مع بعضنا وعشت برشا حاجات حلوين في السنتر وكل. عمر طويل كبير برشا، داز معنا برشا وقف معنا برشا في ظروف خايبه. نشكرهم برشا على الوقت نتاعهم.